انفراد جديد. لميس الحديد في تحقيق تلفزيوني مثير من العاصمة الإسبانية مدريد. تفتح الصندوق الأسود للرجل اللغز حسين سالم. إحنا هنا أمام منزل حسين سالم. تتوصل إلى خبايا صفقة الغاز مع إسرائيل وتكشف بالصور والوثائق أسرار ثروة حسين سالم. أحد هذه الأسرار هو علي أفسد. ولأول مرة محاميه يتحدث والنيابة الإسبانية تجيب عن السؤال، هل سيتم تسليمه إلى مصر؟ اللوبي اليهودي عامل آخر هنا في إسبانيا لمحاولة منع تسليم حسين سالم إلى مصر. ومصادر مهمة من واشنطن ورومانيا مع لميس الحديد. الرئيس مبارك هو عضو ضليع في تلك المؤسسة. من العاصمة فقط على سي بي سي. الاثنين الساعة 9 مساء على قناة سي بي سي.